صباح الخير حضرات السادة المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الخميس 8 يوليو 2021. برحب بكل السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا على الفضائية المصرية وعلى القناة الأولى المصرية. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليكم مرة تانية، وحلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. طبعا النهاردة يوم مهم جدا لكل المصريين، كلنا مستنيين اللي يحصل في جلسة مجلس الأمن طبعا، وده كان بناء على طلب مصر والسودان. النهاردة مجلس الأمن هيبحث أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي في المفاوضات ومخالفتها لكل الأعراف والمواثيق الدولية، أيضا الاتفاقات التاريخية اللي تخص حقوق مصر والسودان المائية. الحقيقة أنه مصر تحركت دبلوماسيا بشكل مكثف في الملف ده على مدار 10 سنين فاتت، والوزير سامح شكري الحقيقة وزير الخارجية موجود في نيويورك من 4 أيام، شايفين مجهود مكوكي بيحضر يعني دايما لقاءات زي ما احنا متابعين على مدار ال4 أيام اللي فاتوا. في كمان عمل مشاورات مع وزيرة الخارجية السودانية دكتورة مريم الصادق المهدي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أيضا التقى مندوبين دول الهند وروسيا والصين. مجلس الأمن أكد على ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة. ده كله حشد سياسي ودبلوماسي مهم جداً الحقيقة، بيوضح الصورة أمام المجتمع الدولي وبيكشف التعنت المستمر للحكومة الإثيوبية، ويمكن إحنا شايفين كل ردود الأفعال الحقيقة متفقة مع الموقف المصري. حسام، بكل تأكيد جلسة مجلس الأمن النهاردة هامة جداً جداً. الجلسة هتبتدي الساعة 3 بتوقيت نيويورك، هناك بكل تأكيد انتظار كبير على كافة المستويات لما سيحدث في هذه الجلسة، مهمة جدا لكن ما هياش آخر الخط، هي أول خطوة في تحديد الشكل النهائي لحل هذه الأزمة، لكنها ليست الحل النهائي ولا هي آخر الخط في الحالتين. لا عايز أكون متفائل ولا عايز أكون متشائم، بس أنا متأكد أن احنا هنوصل لحل يكفل لنا حقنا إحنا والسودان. جلسة مجلس الأمن النهاردة مهمة جدا جدا لكن ما هياش آخر المطاف، حتى لو طلع قرار في صالحنا، وإن شاء الله يطلع قرار في صالحنا، ما هياش آخر المطاف. ولو طلع قرار ضد مصلحة مصر والسودان وده مستبعد، برضو مش آخر الخط، وبكل تأكيد هنوصل لحقنا. المشروع القرار اللي قدمته العضوة غير الدايمة في هذه الدورة من مجلس الأمن تونس، الدولة العربية اللي تصدرت المشهد في مجلس الأمن وقدمت مشروع القرار الخاص بإيقاف ملء سد النهضة فوريا، إن مجلس الأمن يطلع قرار بيطالب أثيوبيا، يطالب إثيوبيا بوقف ملء سد النهضة فوريا، ويدلنا إحنا الثلاثة أثيوبيا ومصر والسودان مهلة 6 شهور لإعادة التفاوض على آليات ملء السد وتشغيله. ده اللي إحنا في انتظاره. في شغل كتير حصل خلال الفترة اللي فاتت دبلوماسيا من مصر، الشغل ده شفناه تونس بتوصل بيه للقرار، شفنا السودان بتساند مصر وبتدور على مصلحتها مع مصر وبتروح لمجلس الأمن، شفنا الاجتماعات اللي قام بيها السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري مع الترويكا الأفريقية في الأمم المتحدة، شفنا كمان تصريحات من المملكة العربية السعودية بتساند مصر وبتؤكد على حقها، شفنا تصريحات من جامعة الدول العربية، شفنا التحذيرات اللي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان نات برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وتحذيره من أن قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة وهو إجراء أحادي من الممكن أن يسبب زيادة في التوتر في المنطقة. جلسة النهاردة تحت عنوان السلم والأمن في أفريقيا، سلم وأمن في أفريقيا، يعني اللي بيحصل ده بيهدد السلم والأمن في المنطقة أو في القارة الأفريقية، ودي نقطة مهمة جدا جدا، دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في جلسة أو في قرار بيخص تهديد سلم وأمن منطقة، فيبقى احنا وصلنا إلى جزء كبير من أن انت تقنع العالم أن في ثريت أو في يا جماعة هنا في مشكلة، هنا في قلق، فانت كده خدت خطوة كبيرة. وتاني وتالت أرجوكم ما نحط كل الاعتبارات في هذه الجلسة، جلسة هامة جدا لكنها ليست بنهاية المطاف، في الحالتين
قدامنا خطوات كتيرة جدا. لو طلع القرار أقصى حاجة احنا نتمناها واللي احنا عايزينه ان يتوافق على مشروع القرار اللي قدمته تونس العربية، مشروع القرار العربي اللي تقدمت به تونس، ويطالب أو تطالب إثيوبيا بوقف الملء الفوري لسد النهضة، هيبقى في 6 شهور للتفاوض لسه عشان نحط آليات واضحة وصريحة لتشغيل وملء السد. فالنهاردة مش آخر المطاف في الحالتين، وأنا متفائل إن إحنا هناخد حقنا والقرار هيطلع في مصلحتنا. فإن شاء الله الأمور تبقى لطيفة، نحتفظ بهدوء الأعصاب، ننتظر التحليلات السياسية. عادة الخطابات الدبلوماسية والقرارات الدبلوماسية بيكون فيها استخدام لألفاظ محددة وبيترتب عليها أفكار، ممكن يطلع القرار في البداية إحنا نتخض منه، لكن القرار النهائي حينما يقوم على تفسيره السياسيون المحنكون هنفهم إحنا رايحين فين. إن شاء الله القرار في صالحنا، وإن شاء الله بكرة الصبح زي دلوقتي كده يوم الجمعة نبقى قاعدين مع بعض وبنقول برافو الدبلوماسية المصرية، تكلل مجهودها الكبير في خلال الأعوام الماضية بنجاح، ونقول صباح الخير، وصباح الخير يا نيل، وصباح الخير يا مصر، ويجعل نهاركو نادي، والنيل هيفضل بيجري وهتفضل مصر موجودة وعظيمة. وإن شاء الله انا بتفق معاك طبعا يا حسام، بس اسمح لي ان انا اضيف حاجه واحده. أكيد. يمكن شايفين مجهود كبير طبعا جدا من الدوله المصريه في هذا الملف، لكن يجب ان نكون جميعا على ثقه وعلى يقين ان هذه الدوله متمثله في قيادتها وعلى راسهم طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قادره على اداره هذا الملف بمنتهى الحنكه ومنتهى الرزانه. ولو بصينا على مدار ال7 سنين اللي فاتوا هنلاقي ان مصر واجهت ازمات ومشاكل كبيرة جدا كان من المتوقع ليها أنها تهدم الدولة المصرية، لكن العكس حصل، ومن كل مشكلة بنطلع أقوى من اللي قبلها ونطلع واقفين على رجلينا، والعالم كله كان بيستغرب إزاي مصر والمصريين قدروا يقفوا الوقفة دي مرة تانية. لازم نكون على ثقة وعلى يقين أن الدولة المصرية متمثلة في قيادتها قادرة أنها تحل هذه الأزمة بمنتهى الجدارة. مرة تانية صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.